في إطار مساعي مملكة البحرين المتواصلة لمكافحة كل صور العنف والتطرف والإرهاب والتصدي لكل من يموله أو يدعمه، تعلن وزارة خارجية مملكة البحرين وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية اللتين تترأسا بالشراكة مركز استهداف تمويل الإرهاب والدول الأعضاء في المركز مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر عن إدراج 10 أفراد وأربعة كيانات تنتمي لما يسمى بمجلس الشورى التابع لتنظيم حزب الله الإرهابي على قائمة الإرهاب في تصنيف يعد الثاني من قبل المركز، وذلك استنادا للتشريعات الوطنية ذات الصلة وبناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018. بموجب هذه الخطوة فإنه سيتم فرض جزاءات على هؤلاء الأفراد والكيانات تشمل تجميد أي أصول لها داخل مملكة البحرين وحظر المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من التعامل معها. في هذا السياق أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بالعمل الجماعي المنظم والفاعل مع جميع الأشقاء والحلفاء في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن إدراج جميع هؤلاء الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين المتواصلة لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب واستمرار التعاون والتنسيق مع جميع الجهود الهادفة إلى القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم. وحث معالي وزير الخارجية المجتمع الدولي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لوقف مختلف سبل وأشكال الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإرهاب والميليشيات الإرهابية مثل حزب الله الإرهابي، والتي تعمل على إثارة الفوضى والفتنة وتسعى لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة والعالم. أسماء الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب هي على النحو التالي: حسن نصر الله، نعيم قاسم، إبراهيم أمين السيد، محمد يزبك، إحسين خليل، هاشم صف الدين، طلال حمية، أدهم تباجة، مجموعة الإنماء، شركة الإنماء للهندسة والمقاولات، علي يوسف جرار، مجموعة سبيكترم، حسن إبراهيمي، ماهر للتجارة.